هي أرض المواهب بلا شك، ترعى الموهوبين وتركز على المبدعين لقيادة المستقبل. المملكة ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة، باتت هدفا للطلاب من شتى بقاع الأرض. وفي مصر تم الإعلان عن التحاق العشرات من الطلاب للاستفادة ببرامجها، ضمن التحاق 232 طالبا يمثلون 7 دول مختلفة، في مقدمتهم مصر. ده دور رائد للمملكة العربية السعودية إن في احتواء الطلبة العرب وطلاب العالم، وأنا شايفها من وجهة نظري ده هنا في تبادل ثقافات بين الطلاب العرب وطلاب دول العالم، إحنا محتاجين كده. وزارة التعليم العالي في مصر حرصت على تسجيل 41 طالبا للحصول على برامج موهبة بترشيح من اليونيسيف ووزارة التعليم العالي المصرية، بهدف التدريب والتأهيل للطلاب المصريين في المجالات العلمية المختلفة وتنمية ورفع قدراتهم المهارية والقيادية. بيشترك الطلاب المصريين في برنامج بيهتم بالمستقبل وبالعلوم، والحقيقة يعني دول عنصرين أساسيين في بناء مستقبل، ليس مجرد مستقبل عربي ولكن مستقبل إنساني، نتمنى أن يكون واعد ونتمنى أن يكون منتج ونتمنى أن يكون مثمر. نحو 6000 طالب من المملكة تحت رعاية مؤسسة موهبة، ما جعلها الأولى عالميا في شمولية أعمالها وبرامجها، وتسعى دول العالم حاليا للاستفادة من التجربة السعودية الرائدة. لقناة الإخبارية محمد عبد الحكم، القاهرة.